السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسوش أخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. صديقة المشكية لورا بريول كتخرج على الصمت ديالها في قضية الفنان المغربي سعد المجرد واللي تحكم بست سنوات في قضية الاغتصاب. فبزاف ديال الناس اللي تيقولوا حنا سايقين في سعد المجرد وان شاء الله غادي يخرج براءة. فالصديقة ديال لورا بريول اللي كانت صديقة ديالها نزلت ستوري على الحساب ديالها اللي كتقول فيه: سلام، بزاف ديال الناس اللي كيتسناو السنابات ديالي وكيتسناوني شنو غادي نقول على قضية سعد المجرد. وصلوني بزاف ديال الميساجات كيقولوا الاسم ديالي خرج في شي قضية فيها السجن، وان شي بنات اللي كانوا مع هاد المغني هما مشهورين في برنامج تلفزيون الواقع. في الاول ما فهمتش علاش الاسم ديالي وديال الصديقة ديالي خرج في هاد القضية. انا ما عمري ما تلاقيت مع هاد المغني وكنعرفو فقط باسم سعيد، هو فنان كبير في المغرب وكيعجبوني بزاف الاغاني ديالو. ما فهمتش العلاقة علاش دخلوني في هاد الموضوع. تخلعت في الاول ولكن بحثت وعرفت باللي ناضج ولورا هما وراء هادشي كامل. والمشكلة هي ان هادشي ماشي قضية صغيرة ديال تلفزيون الواقع، هادي قصة خطيرة ولورا وناضج حاولوا يدخلوني فيها، ميمكنش لي نسمح لهم بهادشي. حاولوا يتخباو وراء الاسم ديالي، ولكن اللي عارفه هو من الاحسن نقول داكشي اللي كاين، حيت كاينين بزاف ديال الناس تحطموا من ورا هادشي وباغين يعرفوا الحقيقه. انا ما نقدرش نتهم شي واحد، ولكن نقدر نعطي الراي ديالي. عرفت من مصادر موثوقه ان ناضيج ولورا كانوا في مطعم مشهور في باريس مع هذا المغني في ديك الليله. عرفت باللي داكشي اللي وقع من بعد، ناضيج ما كانتش معاهم ولكن لورا كانت تما. عندي تفاصيل اكثر ولكن ما نقدرش نقولهم، خاص العدالة دير الخدمة ديالها. وهذه ماشي اول مرة كدير لي المشاكل في حياتي. فكيف ما سمعتوا اخوتي، فهادشي اللي قالت صديقة المشتكية لورا بريول، وقالت بلي هذه مؤامرة ضد الفنان المغربي سعد المجرد. فكنتمناو ان المحامي يستدعيها باش تشهد في المحكمة وان شاء الله الفنان المغربي يخرج براءة. فالله يدير ليه التاويل ديال الخير. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.